المهم اليوم غنحاول نشرح لكم على سولانا استراتيجية البسيطة اللي هي ديال الفليبين. المهم واخا كنقول بسيطة راه كتحتاج منكم بحث، انا كنقول بسيطة حيت انا جاتني هي البسيطة فيهم، مي كنتمنى ان شاء الله حتى انتوما تجيكم بسيطة حيت الاخ جمال والدراري كاملة ديجا كيف قلت لكم قبل ما نهضر معاكم في هذا الشيء في اليوتيوب ونشرحوه للعموم، ففرضت على راسي انني نحاول انني نشرحه للدراري باش يشوفوا بعينيهم، عاد ناخذ المسؤوليه انني نقدر نشرحه كل شيء. لهذا كنظن انكم تقدروا تستفيدوا منها، ولكن دابا غنحاول نشرح لكم بعد بعض الفروقات، عاد ندوزو ان شاء الله للتطبيق العملي باش ان شاء الله تخرجوا اليوم فاهمين كل شيء، ما يخصكم حتى حاجه. دونك اللي كان تفرج في الفيديو مع الاخ سليم غادي نخلي هذه الجهه هي ديال الايثيريوم، وهذه الجهه نخليها ديال السولانا، نحاول نديرها بحال هكا باش نزيدو نشرحوا نحيدوا هذا الشيء. دونك في الايثيريوم كيف ما كنا شرحنا، كنا دوينا على واحد لي ماركت بليس اللي كنا دوينا عليهم، كاينه اوبن سي وايو وكاينه غاريبل. اوكي هادو لي ماركت بليس كنظن اللي معروفين دابا، ودابا راه كاينه واحد الماركت اخرى سميتها لوكسريال كنظن هي اللي راه خرجت دابا، مي اغلبيه كنخدموا باوبن سي، نخلو حنايا الاوبن سي باش ما تلفوش. اوكي هاي اوبن سي، هادي هي الماركت بليس فاش كتبيع وكتشري. دونك دابا نتايا كانت عندك هنا شي ان اف تي، ملي كتخدم شي ان اف تي كيكون عندك هاد الواليت اللي دوينا عليها، فملي كتكون عندك ملي كتقدا شي حاجه كتجي وكتبان عندك في الواليت. مثلا ندخلوا مثلا لشي واحد الواليت ديالو هنايا، مثلا هاد السيد اللي كنا عنده هنايا. اوكي ندخلوا لهذا، ها هو تبان لك الا دخلتي الواليت ديالو ها هما لي زين اف تي اللي عنده، هما هادو كامله لي زين اف تي اللي عنده. الا بغى يبيع شي حاجه كيدخل الان اف تي ديالو بشكل بسيط، نحاول نشوف واش كاينه في الاخرى، وكيدير هنايا سيل، يعني كتكون عند واحد البوطون حدا هادو فيها سيل وكيكليكي ويبيعها. دونك هادشي راه شرحناه بلا ما نعاود نشرحو حتى هنايا. دونك هادشي بالنسبه للاوبن سي الايثيريوم. يا بالنسبه للسولانا، السولانا فيها بزاف ديال لي ماركت بليس، ما فيهاش وحده، لانها ماشي جميع البروجيات كيبانوا. دابا في اوبن سي اي بروجي تصنع كيبان لك هنايا، اي بروجي مهما كان صحيح ما صحيحش نصاب كيف ما بغى يكون كيبان، يعني انت كتحمل المسؤوليه انك تلقاه. هو بجميع لي ماركت راه كتحمل المسؤوليه، ولكن هنا ما كي يعني اي حاجه كتقبل. اوكي اوكي كيكونوا بروجيات، كاين اللي كيتفيريفيا بهاد فيريفايد، وكاين اللي ماشي فيريفي، يعني كتلقى بروجي جديد مازال ما فيريفي ما والو، ولكن بحال هذا مثلا ما في ماشي فيريفي مثلا باغ اكزومبل، ولكن يقدر يكون هذا مازال ما فيريفي، ولكن يقدر يكون بروجي مزيان. بالنسبه لهنايا بالنسبه للسولانا ماشي اي بروجي كيبان فيها، يعني خاص اي بروجي يصيفط يدفع الطلب ديالو يكون عاد فيريفي. كيتقبل، اي عاد كيتقبل في ديك الماركت بليس عاد يقدر يبان ويتباع فيها. اوكي لهذا كاينين عندنا مجموعه ديال لي ماركت بليس، منهم عندنا ماجيك، هذا كنظن هو ماجيك ايدن اللي عزيز على الناس، هو ماجيك ايدن هو اللي عزيز على الناس ديال السولانا كنظن بالاجماع، خدا دابا الشعبيه مع انه حتى هما كيديروا شي بلانات ما مزيانينش، مي هو اللي معروف نقدروا نقولوا هو المقابل ديال اوبن سي. كاين هادو كامل خصكم تعقلوا عليهم الدراري كاع اللي كيتفرجوا. كاين عندنا كنظن ثاني واحد هو الفا بوان ار، كاين عندنا اخر في لي ماركت بليس عندنا الفا بوان ار، كاين عندنا سولانارت بوان ايو الله اعلم، وكاين عندنا سول سي، وكاين عندنا ديجيتال ايز. المهم هادو تقلبوا عليه، هادو هما لي ماركت بليس المقابلين. كيبان لك هادشي جمالي؟ وي وي كلشي تيبان مزيان بلا ما نبقى نزومي. دونك هادو هما المقابلين، غير في اوبن سي اي بروجي كيبان هنايا لا، بروجي يقدر يبان هنا وما يبانش هنا، يقدر يبان هنا وما يبانش هنا. ولهذا كاينه واحد استراتيجية اخرى كيديروها الدراري، هي انك كتشري في ماركت بليس من هادو وكتبيع في الاخرى، يعني مثلا شي بروجي لقيتيه مقبول هنا وهنا وهنا وهنا، كتحاول تقلب اقل الثمن فين كاين وكتحاول تشريه وتعاود تمشي تبيعه في ماركت بليس اخرى. ببساطه كاين اللي كيدير على هذا النوع ديال الفليبين، كيشري هنا بالرخا ويبيع في ماركت اخرى، فقط هذا الشيء اللي كيدير. اوكي قلنا بان عندنا هنا اوبن سي وعندنا هنا ماجيك ايدن، اللي خاص يعرفوا الدراري هو انه في اوبن سي كما وريتكم قبيلات كنخدموا
كنخدموا بواحد ليكستونسيون او واحد الواليت ديال هذا ديال ميتا ماسك. ميتاماسك. اوكي، هي باش كنخدموا. المقابل ديالها كاينين بزاف، ولكن المقابل بعدا اللي كنخدم به انا شخصيا هو هو جمال. باش خدمتي فانتوم، فانتوم. اوكي، المقابل ديالها هو الفانتوم. كيفاش غادير الفانتوم؟ نفس الطريقه اللي شفتوني درت قبيلات في الميتا ماسك، غادي نكتب فانتوم. حاول ما تطيحش في شي سيت ولا شي حاجه اللي يكون صاب معروف. السيت ديال فانتوم هو فانتوم بوان اب، ولا ليكستونسيون ديال فانتوم كاينه في جوجل. من بعد غادي دير الاجوتي، غتزيدها عندك اد تو كروم. اون فوا غتزاد عندك نفس كيف ما درتي لهذيك الواليت قبيلات، كرييت نيو واليت. غتبان لك هنايا الواليت ديال فانتوم، ها هي غتكليكي عليها يبان لك هنايا الواليت ديالك. من على ما كتبان لكمش انتم الواليت ديالك ما كتبانش، كتبان كتبان لك كتفتحات حيت هي ما كتكونش وي. كتفتح. لا لا باينة. اوكي، دونك هنايا كتبان الواليت. الا دخلت لشي موقع من هاد المواقع مثلا ماجيك ايدن، كما قلنا ماجيك ايدن، الا دخلنا ليه بحال هكذا دابا، ها هو. اون فوا غادي تدخل غادير سيليكس واليت، غيعطيك فونتون. فانتوم. ديما رد البال، اي سيت بغيتي تدخل ليه ابتداء من دابا قرا هاد اللعيبه، فيو يور واليت بالانس اند اكتيفيتي، يعني ما شوفوا طلعش ما الاكتيفيتي ديالك. طلعش انا اللي قلت هادي ما طلعت ليك، نشوف هنايا كتبان لك دابا ياك. دونك ديما رد البال وي. لهادي، فيو يور واليت بالانس هكذا، و ريكويست ابروفل فور ترانزاكشن. ديما رد البال باش ما تمشي ينصبش عليك شي واحد ولا شي حاجه. ديما قرا هاد جوج كلمات يكونوا مكتوبين، يعني غير يشوفوا الواليت حانك فيها الثمن والاكتيفيتي، ويقدروا يصيفطوا لك ريكويست باش تابروفي شي ترانزاكسيون. الا لقيتي شي حاجه من غير هاد الكتابه هنايا، رجعوا حتى انت بالانجلي باش تعرف اش مكتوب. الا لقيتي شي حاجه من غير هادشي ما تابروفيش ديك الترانزاكسيون. اوكي، باش تدو البال. هاد يقدروا غادي يخويوك الواليت كاملة اي كما داروا للخونة. ماجيك ايدن غيبان لك هنا لي زاب كامل لانشز دابا. واخا يبان لك هنا لي لانش ديال شي بروجيات، فما تثقش فيهم 100%، بل انك اعطيهم واحد الثقه ديال 20% ولا 30%، حيت ماجيك ايدن ما اي حاجه كديرها حتى هي، اي بروجي عطاها الفلوس بزاف راه كتحطوه هنايا غادي يبان. دونك ما يقدروا ينصبوا عليك من بعد ولا شي حاجه. لهذا الا كنتي مبتدئ ولا خدم غير بالاستراتيجي اللي غنشرح لكم اليوم، ما تزيد عليها ما حتى حاجه. الا كنتي كتفهم زيد من راسك، ما كنتيش كتفهم استعمل غير داكشي اللي غنشرحه لك اليوم. دونك هنايا كما قلنا غيبان لك هاد لي لانشيز، ما تثقوش فيهم 100%. امور عاديه كيبان لك هنا بروجيات، يقدروا يبانوا لك هنا لي كوليكسيون اللي كيتشاو. اذا دخلتي لهنا نفس الحاجه اللي كنا شرحنا في اوبن سي، غيبان لك هنا الفلور برايس، شو شحال الثمن هذا 246 سولانا. غيبان لك هنا شحال ورود الفلوس، غيبان لك الافريج برايس باش كيتباع، غيتبان لك هنا شحال من ليستي الناس، وغيبان لك هنا الاكتيفيتي. الاكتيفيتي هي شنو تتباع. مثلا هذا تتباع ب 250 سولانا. دابا الناس ما غيعرفوش شحال هي السولانا. 250 سولانا راه هي شحال هي بالدرهم؟ دابا سولانا واصله دابا تقريبا 150 انا دولار كنحسبها، انا كنحسب سولانا ديما $200، ما كنزيد عليها ما كنقص. لا ديما دايره في ليستيماسي ديال $200. سير دونك حسب شحال لي. هادي كتبان لك 250 سولانا. كتبان لي دابا شحال هاد 250 سولانا جمال؟ هي $50,000 حاليا. $50,000 باش تباع هذا مثلا، اشنو هو هذا؟ ندخل نشوفوه. هو هذا 50 مليون 50 شيت. مليون زيد، يعني هادشي هذا هو المتوسط دابا، اقل واحد 50 مليون في هذا. المهم ما عليناش، هادو هذا هو يعني البروجيات باش تفهم. نتمنى انا شي واحد الدراري ديالك اللي متبعينك يعني يقدر يلعب بالفليبين كما غنشرحوا اليوم. يلا تبع دابا واحده اخرى، يلاه تليستا بس. تليستا شحال دابا؟ هادشي غالي يعني، راه انت 250 255 ان شاء الله. تخيل دابا شي واحد في المتابعين ديالك من هنا واحد الشهر كتب لي كومونتير خاي جمال، جبت واحد 10 المليون ولا 20 مليون. الله يسخر، الله يسخر، الله يسخر لكم الله. كاملين اخوتي، الله يسهل الله يا رب، سهل عليكم علينا كاملين يا رب. امين يا رب. دونك المهم هذا في الشرح بسيط للماجيك ايدن. نحاول نشوف الواليت الاخرى، نرجع للاخرى. دونك الا دخلنا لهنا ديال الواليت ديالي، نحاول نوريها لك هنا، ما فيها شي حاجه، فيها التخربيقات بحال هكا. اوكي، ما يبانو لك. الا رجعنا هنايا، الا رجعنا هنا لاكتيفيتي غيبان لك هنا. نحاول نرجع باللي راه هادشي راه كنت كنديرو شحال هادي، باش ما نعطيك المعلومه اللي صحيحه كيف ما هي. البيض ديالي هي باينه، كنظن اي واحد يقدر يلقاها وبغى يسوي فيها شنو كندير. المهم
انا نحاول نوريك هنا، نعطيك انا واحد ليكزومبل صراحه، ولي كنت كنشرح ليه الدراري هذا الشيء الشهر اللي فات، كنظن انا قلت لك انا هاد الشهرين كامل راه ماشي، المهم باش نكون واقعيين راه ما كنجيش وندويل هكاك، راه خصني نجرب ونجرب ونجرب ونغلط ونغلط ونغلط، حيت راه الناس دابا خاصة تكون دابا مفيد. لا دابا الناس حيت مرات كيشوفوا كيقول لك راه كتصدق ليه او لا، او لا مثلا ما عرفش اي حاجه كيقول لك مثلا هذا ميسر عليه الامور ولا، بل انا كنقول للناس راه العكس، راه انا هو الوحيد اللي كتجينيش عاد ميسره، بل ان فيها الامور كلها كتكون معكسه وصعيبه في الاول، حيت كتاخذ مني او وقت كبير وجهد كبير، وصعيب عليك انك تلقى اللي يعطيك مثلا شي معلومه او بالضبط. لا يعاونك في شي حاجه، ولكن اضطر انني خصني ضروري ندير هذا الشيء. بحال دابا راه كيف ما قلت لك راه شهر ونص ولا شهرين غاديه دابا الاناليز، وكنحاول نستعمل الاستراتيجي بزاف، استراتيجي حتى لقيتها ولقيتها خدامه، يعني ماشي جيت ودويت عاد دابا عاودها لي صاحبي البارح ولا جيت كذا، حيت بزاف ديال الانفلونسر للاسف كثر اللي في هذا الدومين، حيت انت بعيد، انت في داك الشيء ديال الانترتينمنت، والله الا راك بعيد على ديك التوكسيتي اللي كاينه في هذا الشيء ديال الناس اللي كيديروا هذا الشيء ديال الويب، راه كاين اللي كتجلس معاه يسامع، تقدر تجلس معاه في قهوه تعاود ليه شي حاجه، كينوض كيولي اي فيها اكسبير، ينوض يشرحها، هو ما جربها ما سمعها ما خسر فيها فلوس ما انفيسا، والله العظيم الا راك شتي انا راني كنطبق وهذا الشيء كتشوفه قدامك، وكتبقى خايف انني نقدر شي نعطي معلومه غلطه او لا صح نغلط او لا تكون هي صدقات لي يظهر ولا شي حاجه، وطبقت وعاودت طبقت وغلطت وجبت حاجات مزيانين، واخا هكذاك ملي جيت عندك انت قلت لي مرحبا نديرو نشرحو ونقولو، قلت لك لا اللهم جرب انت بيدك وتيستي، عطي راسك واحد السيمانه ولا جوج تيستي مع راساتك باش تعرف شنو كاين، باش المتابعين ديالك ما تقدم ليه الا شي حاجه انت مفيريفيها براسك، حيت وي حنا ما غن... المهم كيف ما كتشوفوا هنايا راه الشهر اللي فات هاد الاكزومبل اللي غنوريكم هاد الكيس ستادي، حيت هي اللي فيها الشرح مزيان، المهم راه الناس اللي غادي تمشوا ترجعوا الواليت راه غيبان لكم شحال هنايا شحال من مره وانا كنخدم. هاد الكيس ستادي بانت لي اللي غتكون مزيانه حيت فيها حاجات زوينه وحاجات خايبين، دونك غيبان لكم هنا غنفتحوا هادو، اوكي نمسحوا مثلا هادو، هادو تقريبا كنت خديتهم ب 0.3 سولانا، الى جينا نشوفوها نحاولوا نرجعوا للسكرين الاخرى، اوكي نحاولوا نرجعوا للسكرين الاخرى فين كاينه، كان ممكن هنا اوكي، دونك هادي وخديتهم تقريبا 0.3 0.3 سولانا، اوكي اللي تقريبا $60 حيت كان $60 اوكي نديرو $60 يعني حسبناها ب 200 دولار نديرو $60 حيت دونك خديتها انا خديته كبيسي. اوكي دونك انا خديته ب $60، خديت منه خمسه، هذا هذا خديت منه وهذا خمسة بستين دولار وهذا وهذا، لا كل واحد ب $60 كل يعني واحد بستين دولار 0.3، وخديت خمسه، الخمس مازال دابا غنوريه لكم، دونك تقاموا عليا الى جينا نشوفوا بخمسه هي ب 1.5 سولانا وي اللي هي $300، اوكي سي بون. المهم غير الناس اللي غادي يقلبوا دابا سولانا شحال ساويه، يونس راه كان خداها كان طالع في الثمن، اي انا خديتها دابا وهي السوق طالعه تيطلع وكيهبط الاخوان، يعني انا تيقول لكم خديتها شحال ولكن خداها هو في ذاك الوقت. نعم دابا كنهضر بشحال باش انفيستيت كانفيستين، دونك ملي خديتها مثلا خدي ملي شريت منها خمسه، مثلا شريت خمسه ب 1.5 سولانا، خمسه سول يعني تقامت ب $300، هذا كيف ما كتشوف هنايا، كيف ما كتشوف هنا خيط وي انا معاك باقين في ليكرون ديال الشرح. اوكي قلت لك خديت خمسه ب 1.5 سولانا اللي هي $300، هذا كيف ما كيبان لك هنايا بعته ب 1.2 سولانا، هذا الاخوه بعته ب 1.5، والاخر ب 1.2، والاخر ب 5 سولانا، يعني هذا تقريبا رجع لي، هذا رجع لي الربح ديالي يعني. الفلوس كامله، هذا الشيء اللي كان دويو رجع عليه لك راس المال كامل ديالو. اي هاد لاميثود، هاد لاميثود ديال الفلبين كدار اللي كندويو عليها دابا، اللي غادي تشوفوا في الى دخلت الواليت، كندويو على الفلبين اغلبيه كيكون في نهار، يعني الضربات اللي غادي دير كيكونوا في نهار، اوكي يعني هاد الشيء اللي كتشوفوا هاد المداخيل راه ديال الليله، يعني انفيستي $300 رجع ديك الفلوس ديالي بهذا اللي رجعت، وهذا الشيء كامل ربح، يعني 1.2 هذا تقريبا، وهذا 1.5
وهذا بعته بخمسه سولانا حيت كان غاغ شويه. هذه القضيه ديال غاغ مازال غنهضروا عليها من بعد. هذا كان غاغ شويه، فطلعت ليه الثمن، درت ليه خمسه سولانا، وحتى هو تباع في نفس النهار مع خوتو. دابا تباع هو بخمسه سولانا، يعني التوتال ديالي باش خرجت بربح هنا 7.4، يعني 7.4 سولانا، اللي هي تقريبا شحال، شي 1400 دولار. هذه ربح، يعني خرجت. إذا جينا نشوفوا هنا، نرجعوا اوكي. دونك هنا هي الطابلو اللي كنخدم عليه. دونك رجعنا هنايا الى كيف قلنا البيع، قلنا بعت، خرجنا بعنا واحد ب1.2، الاخر ب1.2، واحد ب1.5، وواحد ب5. يعني الربح ديالنا توتال الربح غادي نقصوا هذه 1.5 اللي شرينا راسنا بها. يعني الربح ديالنا هو 7.4 سولانا، شحال هي إلا ضربناها في 200 دولار؟ شحال هي؟ ألف و ألف وربعمية وثمانين دولار تقريبا. دونك هذا الأرنين ديالك. أنا وليت اش كندير، وليت بحال الأرنين كان خارجو، حيت هنايا عندهم في تركيا أن يعني إذا كانت عندك شي حاجة في الكريبتو كيمكن لك تصيفطها نيشان الكونت بونكير ديالك، عندهم الإجراءات هنا سهلة. دونك لهذا بقيت كنخرج الأرنين باش ما نطيحش في نفس الإشكاليات ديال الإيثيريوم، حيت الإيثيريوم كنت كنانفيستي وانفيستي وانفيستي. دابا قلت ديجا تعلمت قدر الإمكان، نحاول نخرج بالبروفايل ونحاول نلعب على استراتيجية صغيرة باش تلقى، إذا كنت غنشرحها للناس نشرح لهم شي حاجة اللي يكون في المتناول، يعني نزيد نضبط الاستراتيجية مزيان. دونك هادشي اللي كنديرو. مثلا دابا راه غتلقاو عندي شي بروجيات اللي مازالين عندي في الواليت كيف ما شفتو في ديك الوقتة، غنحاول نوريكم. مثلا هذا، نعطي واحد ليكزومبل اخر، نحاول نشوف شي واحد مؤخرا. مثلا كاين هنا بزاف. دابا مثلا هذا 17 سولانا، شنو اخر؟ هذا بعتو 0.7. كنقلب على داك اوكي، واحد بعتو دابا 0. كتبان لك السكرين ياك؟ وي هذا درت ليه نفس الاستراتيجي، خديت تقريبا هذا، خديت زوين منه الارض ديالو، هذا عجبني الار صراحة. انا ما كنزعمش بزاف واو على فلوس تيتحرك، بزاف. لا زوين زوين. انا نحاول نشرح لكم الاستراتيجي قبل ما ندوزو كاع، نعاودو نرجعو لهذا الشيء. دونك حنا الاستراتيجي اللي غادي نخدمو عليها ببساطة، وحاولوا تفوكسيو معايا مزيان.